نبتدي عالمي بقى النهارده. يمكن معانا ليونيل ميسي كده استاذ مهيب، سجل الاسبوع ده وصل للهدف رقم 700 في التاريخ. مين مين؟ ليونيل ميسي وصل للهدف رقم 700، سجل هدف رقم 700 في التاريخ. اه ده فين؟ صباح مع برشلونه ومع منتخب الارجنتين. يعني ميسي أي. طبعا سجل ميسي سجل الهدف. اوكي سجل مع برشلونه ووصل لان هو عنده 700 هدف. متخيل حضرتك طبعا رقم كبير جدا، يعني لو نقارن ما بين الارقام عندنا في مصر احنا بنحتفل باللاعب اللي بيخش نادي المائة، يعني او يمكن سقف طموحاتنا دايما اللي بيجيب 100 جول في الدوري. دول يمكن هم على 7 او 8. امال رونالدو كام؟ رونالدو كام؟ رونالدو 728. 728 28 متفوق على ميسي بفرق 28 هدف، ولكن طبعا حضرتك عارف رونالدو فارق السن ولعب قبل ميسي، فاعتقد بالارقام يعتبر ميسي افضل لان لعب ماتشات اقل. دي الاحصائيه اللي احنا هنشوفها برضه مع بعض. يمكن تمام. معانا اول صوره استاذ مهيب، اعلى 5 لعيبه في العالم في الوقت الحالي تسجيلا للاهداف. كريستيانو رونالدو سجل 728 هدف في مشواره سواء مع الانديه او مع منتخب البرتغال، سجلهم في 1005 مباراه. احنا معانا دلوقتي على الشاشه رونالدو 728 هدف في 1005 مباراه، ومعانا ميسي 700 هدف في 862 مباراه. مظبوط. ومعانا ابراهيموفيتش مسجل 540 هدف في 907 مباراة. تمام. ولويس سواريز 472 هدف في 637 مباراة. وليفاندوفسكي جاب 466 هدف في 697 مباراة. طب عايز اسألك سؤال عشان نقول للناس من هو رقم واحد في العالم على مستوى العالم اللي احرز اهداف. ها؟ وين؟ الكلام كان على بيليه. بيليه آه طبعا ده عندي الالف الف هدف، معدي الف هدف. برافو عليك. الصورة بيليه طبعا النجم البرازيلي معدي الف هدف، لكن انا بقى يعني لو ميسي فضل مكمل بنفس المستوى وكمل يمكن 3 4 سنين كمان ممكن يوصل لالف هدف. يعني اعتقد ميسي ماشي بشكل كويس جدا. طبعا رونالدو في اداره في لعيب الجيل الحالي 728، ولكن زي ما قلت لك رونالدو كبير في السن، اعتقد يمكن سنه سنتين كمان وممكن يبطل، لكن ميسي سنه اصغر واعتقد لسه قدامه مشوار ممكن 5 6 سنين كمان، فبالتالي ممكن ميسي يحصل الارقام دي، وتحديدا لانه جايب الاهداف في عدد اقل من المباريات كمان. يلا نخش يعني نخش على اللي بعده يا كابتن خالد. اللي بعده مقارنه ما بين ميسي ورونالدو بقى، يعني يلا. رونالدو خد كل الارقام طبعا، الكلام كله مين هو افضل لاعب في العالم، وفي ناس محب ميسي بيدافعوا عنه ومحب رونالدو بيتكلموا عنه. دي الارقام اعتقد الارقام بتصب كفه ميسي، يعني نشوف الاول عدد الماتشات. رونالدو لعب 1005 مباراه، ميسي 862، ميسي سجل 700 هدف مقابل 728 لرونالدو، وبالتالي ميسي يعتبر افضل لان ماتشاته اقل. صناعه الاهداف ميسي عمل 321 اسيست، رونالدو عمل 262 صناعه اهداف. اجمالي المساهمه في الاهداف بقى اللي هو مجموع الاهداف سواء اللي سجلها او اللي صنعها، ميسي مساهم مباشر بشكل مباشر في 1021 هدف، رونالدو مساهم في 990 هدف. نسبه المساهمه في الاهداف لميسي 1.2 هدف في المباراه، يعني تتخيل حضرتك كل مباراه ميسي بيلعبها تبقى ضامن ان هو هيساهم في هدف سواء هيسجل او هيصنع 1.2 هدف. رونالدو نسبته 99% هدف، يعني تقريبا اقل من هدف بحاجه بسيطه. طيب عدد البطولات انا بس بختلف معاك في حاجه، انت بتقول ان ميسي افضل من رونالدو، انا لحد دلوقتي عندي ان رونالدو هو الافضل، ماليش دعوه. يعني ليه بقى؟ عارف زي الميداليه الذهبيه والفضيه والبرونزيه، ده جايب 728 جون خلاص، التاني 700 مظبوط. لكن صح يا استاذ مهيب، هي وجهه نظر، لكن بقول لك دايما بنحسب، اما بنحسب على عدد الماتشات او عدد سنين اللعب، فميسي لعب. ما هو افرض الاثنين بطلوا مره واحده دلوقتي، مين يتفوق؟ بالرقم الحالي رونالدو بس خلاص. انت فاهم؟ بتحب رونالدو طبعا. الله طبعا. اه طبعا خليه لك اتفوق على طول مفيش مشكله. طيب.